نوقف بالفعل اليوم كنا مضطرين، ما كانش عندنا اختيار، كنا مضطرين باش نديروا هذه الدورة الاستثنائية باعتبار أن موضوع المقابر وخاصة مقبرة الغفران موضوع مهم، موضوع حساس، موضوع اللي خصو يتعالج في هذه الفترة بالضبط. علاش؟ لأنه هذاك المقاول اللي كيدير حفر القبور غتسالي الاتفاقية ديالو نهار لو 30 أوت من هذا الشهر هذا، وحنا خصنا ناخذوا تماما ناخذوا المبادرة باش نديروا. وبالفعل جنا هاد الدورة هذه، ولكن ما ديال المقبرة ديال التأهيل ديال المقبرة ديال المساهمات المالية ديال الجامعة الترابية، لأنه كنعرفوا في هذا التعديل هذا راه دخلوا جوج ديال الجامعات الترابية أخرى، دخل المجلس الإقليمي ديال مديونة ودخل المجلس عمالة ديال الدار البيضاء، وكل مجلس إضافة إلى الجامعات الأخرى مثلا الهراويين ومديونة والمجاطية وهذا كلهم غيعطيوا 10 مليون لواحد، مجلس المدينة غيعطي 40 مليون ديال السنتيم. ودرنا واحد اللجنة مؤقتة باش تدبر هذا المرفق ديال دفن الأموات إلى حين باش يكون انتخاب ديال رئيس جديد ومكتب جديد ديال مجموعة الجامعات الترابية التعاون الاجتماعي مقبرة ديال الغفران. وما وقفناش حنا على هذا الحد، بل استحضرنا في هذه النقطة هذه جوج ديال النقاط أساسية. النقطة الأولى وهو الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، وكذلك وهنينا سيدنا بهذه المناسبة، وكذلك الخطاب الملكي السامي اللي كان فيه من ضمن النقاط الأساسية اللي فيه هو الإجهاد المائي وندرة الماء، واستبشرنا خيرا احنا كساكنة ديال الدار البيضاء لأنه غتكون عندنا أكبر محطة لتحلية ماء البحر في إفريقيا. وقال سيدنا الله ينصرو في الخطاب الملكي ديالو، وحنا استغلينا هذه الفرصة هذه باش نزيدوا مازال ندير من التحسيس، نزيدوا مازال من ترشيد ديال الماء، لأن كلنا مسؤولين على هاد، لأن الدار البيضاء مهددة، الدار البيضاء باش نكونوا واقعيين، الدار البيضاء مهددة بمجموعة من نتيجة الإجهاد المائي، راه مهددة بمجموعة من 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 التدابير اللي ممكن ناخذوها إلا كنا غنضطرين غادي ناخذوها باش لذلك احنا كاين مجموعة ديال الحلول ديال المعالجة ديال المياه العادمة، قلنا الترشيد، قلنا بزاف ديال النقاط اللي ناقشناها باش نساهموا كمنتخبين في الترشيد ديال الماء. دونك هذه بصفه عامه اللي هي النقاط اللي درجنا في هذه الدوره الاستثنائيه اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم كنتمنوا اللي فيها النقطه اللي فيها ديال مجموعه الجامعات الترابيه مقبره ديال الغفران والوضعيه اللي كتعيشها، وضعيه حاليا وضعيه كارثيه ولا بد من التدخل. وكنشكروا بالمناسبة السيد الوالي اللي مشى دار زيارة تما، السيد عامل إقليم مديونة داك راه عايش أي شما كيعرف المشاكل ديالها يوميا، وكذلك المجالس المنتخبة اللي بينت على إرادة قوية من أجل تأهيل هاد المقبرة هذه. وما نساوش كما قالوا الإخوان قبيلة بأن راه هناك أشغال في مقبرة الإحسان اللي فيها سيدي حجاج 117 هكتار اللي فيها الأشغال دابا خدامة باش تكون جاهزة لاستقبال أموات المسلمين بعد ما تسالي عملية ديال الدفن في مقبرة ديال الغفران الحالية.